خير عليك ويوم جميل على كل متابعينا ومشاهدينا عبر قناة البلد الفضائية. مدربين أجانب كثيرين جو في السودان بياخدوا فترات ما بتكون طويلة بيرجعوا. في أندية استفادت وأندية ما استفادت، حتى كمان المنتخب مدربين أجانب مختلفين برضه في المنتخب، فيهم العمر وفيهم ما عمروا. ممكن يكون للمدرسة الأجنبية تأثير على الكرة السودانية. في المساحة دي معنا الصحفي عاصم وراك صاحب عمود إلى حين، هنشوف رأيه شنو ممكن يكون للمدرسة الأجنبية وتأثيرها على الكرة السودانية. صباح الخير عليك وعام سعيد عليك وعيد سعيد عليك. صباح الخير، و يعني نتمنى للشعب السوداني وللبلد عامة يعني أن يعود عليها العيد والخير واليمن والبركات. بالنسبة للمدرب الأجنبي، يعني ما كل المدربين الأجنبيين الأجانب ناجحين وما كلهم فاشلين، يعني ما في تعميم بالفشل ولا بالنجاح، لكن كرة القدم عموما يعني هي يعني منظومة متكاملة فيها الإدارة وفيها الجانب الفني والجانب الإداري والجانب الفني. فبالنسبة يعني اختيار المدرب الأجنبي يجب أن يكون وفق معايير محددة ومعروفة، يعني فما كل أجنبي يعني هو جاي من عيون خضر معناته مدرب شاطر. والدليل على كده إنه مثلا المدرب جواو موتا في نادي الهلال، المدرب ده وجد فرصة كبيرة جدا ووجد يعني الناس كلها يعني بتتكلم عن مشروع وبتتكلم عن الناس تصبر وعدم يعني استعجال في يعني انتظار النتائج. المعروف انه يعني كرة القدم يعني ما بتخرج من الثلاثة احتمالات المعروفة، اما تعادل او فوز او خسارة. لكن المشكلة في انه لو انت شايف انه الاداء ماشي في النسق بتاع الاداء ماشي في ارتفاع، بتكون انت بتصبر على حاجة، لكن ما ممكن تصبر على الاعوج زي ما بيقولوا هنا. يعني انت الليلة مثلا انت لاعب مع اندية بتغل منك يعني او فرق بتغل من الهلال بكثير جدا في كل المناحي، وبعد ده كله تطلع بالتعادل بشق الانفس، يعني فده فما في يعني ما في وش ثبات للتشكيل، ما في يعني كل يوم التشكيله متغيره 180 درجه. فده ما بيقود يعني انت لازم يكون عندك تشكيله ثابته، وبعدك التغييرات تكون محدوده على اساس انه مثلا في كل العناصر تكون كل واحد عارف النسق بتاعه. يعني مثلا ممكن الليله يلعب ثلاث مباريات بعدين يجي في اربع مباريات يجي يلعب المباراه الخامسه غلط. فكده انا ما شايف انه الطريقه دي ناجحه. فممكن يعني الناس تقيم التجربه بتاعت المدرب الاجنبي في الهلال وتقعد بعد نهايه الدوره الاولى وتشوف. يعني هو لحد هسه ما تعرض للخساره، لكن النتائج او الاداء ما كانت بالصوره المطلوبه. ونحن يعني الهدف بتاعنا ما البطوله المحليه، يعني انت بتقرا بتشوف النتائج بتشوف الاداء في البطوله المحليه وبتقراه مع البطوله الافريقيه. فمثل هذا الاداء لن يقدم الهلال في البطوله الافريقيه باي حال من الاحوال. فلازم الهلال الناس تقعد وشوف بعد ما هسه هم اعلنوا يوم 28 جمعيه اجازه النظام الاساسي وبعد المجلس اختيار مجلس اداره جديد للنادي. فانا بشوف انه موضوع المدرب والجهاز الفني ده موضوع مهم جدا يجب ان يكون من اولى اولويات المجلس الجديد. استاذ عاصم وراق، يعني في مدربين اجانب كثيرين ما بيعمروا دائما، يعني مع مختلف الانديه مع مختلف الاوقات مع مختلف اللعيبه، تفتكر لانه نفسيه اللاعب السوداني ما بتتماشى الا مع المدرب المحلي؟ والله ممكن يكون يعني تو سام اكستنت الكلام ده يكون صح، لكن برضو يعني في حاجات مثلا زي يكون في لاك اوف كوميونيكيشن، يعني الناس ما قادره تفهم بعض في يعني بجانب اللغه، يعني ما في تواصل بين المدرب واللاعبين بالصوره المطلوبه، يعني وده يعني خلل في الترجمه بتوصل يعني الفكر بتاع المدرب للاعبين. لكن عموما كره القدم يعني ما هي يونيفرسال لانجويج، يعني حاجه عالميه الناس كلها ممكن تكون يعني المصطلحات بتاعتها معروفه بالنسبه للاعبين وبالنسبه للناس المحيطين بكره القدم، فدي ما فيها اشكاليه انا حسب وجهه نظري. وشايف انه يعني ده ما سبب الفشل في انه مثلا انا قلت لك قبل انه الشغلانه كلها منظومه متكامله مع بعض، منظومه اداريه
يكون في خلل في حته معينه في في مثلا في جانب دائره الكره، في جانب التواصل بالقطاع الرياضي مع الجهاز الفني الاجنبي والصور الاحترافي. لو في دي كل الحاجات دي نقصت، المدرب بيكون يعني ما عنده موتيفيشن، ما عنده دافعيه عشان يقدم، وبيكون دائما قاعد معاك هو شغال معاك وبيبحث عن وظيفه اخرى، ودي خلل كبير جدا. ما يكون في اخلاص وما يكون في ولاء للتيم بتاعك. ممكن في نفس الوقت يكون قاعد معاك بس من اجل المال، يعني بس هو عايز يعني بس ياخذ راتبه لكن ما عايز يقدم لك لانه ما لاقي منك. طبعا ايوه، لكن انت المفروض انت اول ما تعاقدت معاه قبل يعني توري الهدف من التعاقد معاه شنو، يعني عايز مثلا تصل الدور نصف النهائي، عايز تخلق تيم جديد زي ما سيتي تلاقي قاعد يعمل في النمو، بيعمل في باعاده بناء كامل للفريق، ويكون عارف الهدف ويمشي خطوه خطوه لحد ما يحقق الهدف. اذا انت شايف ان الخطوات بتاعته ماشيه صحيحه وحسب يكون في لجنه فنيه تراقب عمل المدرب وتراقب اداء الفريق، في يلعب كله كوحده واحده تحور تحقيق هدف واحد، يكونوا يعني شغالين الاداء بتاعهم جميل في الملعب، كره يقدم كره قدم جاذبه وتجيب النتائج. فده كله اذا كان حياتي كل حاجه اتعملت في محلها المدرب حينجح، لكن اذا في خلل في اي حته من الحتت دي في الفشل يعني حيكون مصاحب للتجربه. طيب بتفتكر انه كل الاخفاقات اللي حدثت بسبب اجانب لانه ما في توافق بين الطرفين، يعني ما في توافق بين المدرب الاجنبي والانديه المحليه؟ يعني ممكن يكون ما في توافق، لكن انت ما من الاول تعاقدت معه ليه؟ ما انت تعاقدت مع المدرب ده شفت السيره الذاتيه بتاعته، شفت نجاحاته في انديه ثانيه او شفت تجربته، بعد كده تعاقدت معه. ما انت لو في خلل من المدرب ما عاد خلل منك انت، اللي انت اللي تعاقدت معه. تعاقدت معه كيف؟ ما في معايير محدده، انت لو ما انطبقت على المعايير دي على المدرب ده انت ما كنت بس ده الخلل في الجانب الاداري، انا شايفه ما شايف في الجانب الفني. طيب زي ما بيحصل في كل العالم مدربين اجانب بينجحوا وبيوصلوا الانديه لمراحل بعيده في دوريات مختلفه، كيف في السودان احنا ممكن المدرسه الاجنبيه تنجح الانديه السودانيه والمنتخب السوداني وتخليهم يحلقوا بعيد؟ يعني احنا لازم نعمل باحترافيه، يعني من الاول المنظومه تكون كلها متكامله وشغل احترافي على اساس انه تكون في معايير محدده ومعروفه لاختيار المدرب اول حاجه، ولمتابعة تنفيذه للأهداف. يعني ما هي ما في الأهداف دي أنت بتكون الأهداف بتكون يعني أنت يعني محددة يعني سبيسيفيك اتينابل، يعني أنت ممكن تحقيقها. يعني ما ممكن الليلة مثلا أنت فريق مثلا دوري ثالث عايز يعني عايز أو فريق مثلا في ممتاز دار طوارئ تمشي تشيل البطولة من أول مرة، دي يعني حاجة صعبة جدا. فانت الحاجات دي لازم تكون بعدين يكون في تايم باوند، يعني يكون في يعني يكون في تقول لي مثلا في 6 شهور دي انا داير الفريق يصل يرحل المرحله الفلانيه، في 9 شهور يصل كده، في بعد كمل السنه او الموسم يكون وصلنا مرحله ندخل الموسم الجديد يكون عندنا اهداف ثانيه اعلى. فدي الحاجات المفروض انت يعني في اهدافك في التعاقد مع المدرب تكون واضحه قدامك والاستراتيجيه بتاعتك تكون واضحه. لو ما عملت الحاجات دي بكل احترافيه ما حيكون في نجاح. أنا بسعد بك دائما عبر مساحاتنا المختلفة في صباح البلد، وبشكرك كثير على المساحة دي وعلى الوقت الجميل معك. شكرا جزيلا لكم، ونكرر مرة أخرى يعني تهانينا بالعيد السعيد لكل مشاهدي قناة البلد فوق كل أرض وتحت كل سماء. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكل مشاهدينا وكل متابعينا عبر صباح البلد، حنتواصل معاكم لكن من خلال صدام، من خلال آراء مختلفة من الهواتف عبر صباح البلد FM.